مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجه الأسبوعي حكايتي مع المرض. حكايتنا النهاردة مع شاب عنده 16 أو 17 سنة، محمود محمد كامل. للأسف أصيب بمرض الفشل الكلوي. يشرفني بحضوره اليوم الحالة محمود محمد كامل. أهلا وسهلا محمود. أهلا بحضرتك. والحاجة هند عبد الهادي أم حالة اليوم، أم محمود محمد كامل. أهلا وسهلا محمود. أهلا بحضرتك. أعزائي المشاهدين، لو بصينا لمرض الفشل الكلوي هنلاقي الأكثرية من الشعب المصري للأسف الشديد هذا المرض يلازمنا منذ زمن. النهاردة هنشوف حكاية جديدة، حكاية شاب عانى كثيرا من هذا المرض، وهنترك للحاجة أم محمود هتحكي لنا القصة من البداية. إزيك يا حاجة؟ الله يسلمك. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. الأول كده حضرتك منين؟ أنا من المنوفية. من المنوفية؟ كفر منوالة مركز البجور المنوفية. أهلا وسهلا بحضرتك. أنا متجوزة بقالي 20 سنة ومعايا من الأطفال ثلاثة. محمود أكبر واحد في ولادي، وهو عنده 3 سنين تعب مني، فاخدته كشفت عليه عند الدكتور والدكتور حولني بيه المستشفى. كان تعبان وهو لسه صغير عنده 3 سنين. وهو عنده 3 سنين، فالدكتور حولني بيه المستشفى الجامعه عندنا في المنوفيه، عملوا له اشعاعات وتحاليل، لا عنده فشل كلوي. فحجزوني. هو عنده 3 سنين؟ اه. فحجزوني في المستشفى 6 اشهر. بداوا يغسلوا له وجاله حصوه في مجرى البول. طب حضرتك يعني قبل ما روحت المستشفى عرفت ازاي؟ عرفت ازاي ان البول في اعراض بتاعه معينه مثلا؟ البول بتاعه كان ابيض زي النشا. طب حد قال لك يعني ان الاعراض دي تبقى فيها فشل؟ ايوه، وكان عينه صفرة وورم بقى، ورم في جتته. اتجهت للدكتور، الدكتور قال لي لازم تنحجز. رحت مستشفى خاص ام عام؟ لا، مستشفى عام، مستشفى الجامعه، جامعه المنوفيه. فعملوا له غسيل وكده وكشفوا عليه، لقوا عنده فشل كلوي، فغسلوا له كده، فضلنا محجوزين بيه 6 اشهر. والاخر قالوا لي ابنك بقى كويس والحمد لله وخف، وخذيه واخرجي. فانا خدته. كتبوا له علاج معين او كشف؟ ما كتبوش على اي حاجه، ولا قالوا لي خدي علاج له ولا اي حاجه، وخدته وخرج. لما بقى عنده 16 سنه، انا والدتي توفت، والدتي هي اللي كانت بتجري كل الفتره دي يا حاجه، يعني من 3 سنين، من 3 سنين لحد 16 سنه ما كانش بيشتكي من حاجه حضرتك. كانت بطنه توجعه يروح يجيب برشامه مغص يخف، راسه تصدع يروح يجيب برشامه صداع يخف. كل الفترة دي ما حاولتوش تعملوا أي أشعة؟ لا حضرتك، والدتي بقى هي اللي كانت بتجري بيه وهي اللي كانت متولي. لما والدتي ماتت أنا لا بقيت أروح ولا بقيت أجي، وتركته بقى، قلت طالما كويس قدامي خلاص. أنت في سنة كام يا محمود؟ أنا طالع من المدرسة. طلعت من المدرسة؟ كملتش ليه؟ لما عييت ما قدرتش أروح تاني رفضوني. يعني أنت أول ما تعبت وأنت عندك كام سنة كده في المدرسة؟ 16. طلعت من سنة كام؟ طلع من تاني عشان المرض. ما كملتش عشان المرض؟ طب ليه؟ ما هو لما حضرتك تعب وانحجز في المستشفى، انحجز فترة طويلة، فما قدرش يروح المدرسة، ففصلوه، بعتوا له جواب فصل من المدرسة. وحضرتك انا مش معايا حد، يعني لا حد بيديني ولا، وجوزي تعبان ورجلي وجعاه، وكان عامل حادثة وحوض الميه بتاعه مكسور ومش بيقدر يشتغل، ومركب شريحة ومسمار في رجليه، وما معيش الا محمود هو الكبير بتاعي، كان بيشتغل وكان بيصرف عليا انا واخواته. لما جيت تعب بقى، ولا بقى يشتغل ولا بقى حد، مفيش دخل بقى يخش لنا. رحت كشفت عليه، قالوا لي لازم يزرع كلى، لو ما زرعش كلى هيموت منك. وهو لسه زي ما انت شايفه كده 16 سنه، لا راح ولا جه، وبيغسل 3 ايام في الاسبوع، بيروح السبت والاثنين والاربع، يخش الغسيل 4 ساعات. حاجة مش عارف انت قلقانة ليه، يعني كل الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى، ونعم بالله، المرض والصحة بيد الله سبحانه وتعالى، ونعم بالله، يعني ربنا بيبتلينا صح ولا لا؟ الحمد شوف لله. احنا نصبر ولا لا؟ الحمد لله. ده يعني هل تعلم، هل تعرف ان المرض ده ربنا يعني بيديك ثواب كبير قوي على المرض ده؟ الحمد لله. الحمد لله. يعني كلنا يعني في لحظة الإنسان حتى بيبقى صحيح. الحمد لله صح ولا لا؟ وبعدين في مصر لسه، مصر لسه بخير، في اطباء خيرين كتير، في ناس قلب تعبان حضرتك، وبروح بيه مع دكتور القلب عندنا في المنوفيه، بيكتبوا لي على علاج الروشته، بروح اجيبها ب 600 جنيه وانا ما معيش فلوس عشان اجيب له العلاج.
وزي ما انت شايفه كده حالته بتتأخر يوم عن التاني. انت بتغسلي له دلوقتي؟ بغسله في مركب قسطرة في رقبته وحضرتك بيغسل منها. عملنا له العملية في دراعه دي 3 مرات وتفشل، اللي هي عملية الشنط دي في دراعه، عملنا له 3 مرات وتفشل، وكل مرة نعملها ب2000 جنيه، وربنا الوعد هو اللي يعلم انا بجيبهم منين. هو بعد ما رحتوا المستشفى يعني من 3 سنين لحد 15 سنة ما جربتوش خالص تروحوا المستشفى؟ لا ما رحنوش بصراحة، ما رحنوش ولا جينا. لما تعب مني بقى عينيه صفرت تاني وبدأ يحس بصداع وما بقاش شايف بعينيه، ورجليه ورمت جدا، فاخدناه ورحنا عند دكتور بطنة كشفنا عليه، قال لي ده ابنك الكليتين بتوع الاتنين بايظين ولازم يغسل، لازم يغسل فوري، والكليتين بتوعه بايظين خالص. هو ما فيش مستشفيات حكومية بتعمل غسيل كلوي ده؟ حضرتك احنا رحنا، ما فيش، احنا رحنا القصر العيني في الملك فهد في القصر العيني، قالوا لنا هاتوا المتبرع واحنا نعمل لكم العملية، والمتبرع عايز مني 80,000 جنيه. فروحت لدكتور تاني، يعني الأطباء قالوا لابد زرع كلى، لابد زرع كلى، لو ما زرعتيش كلى هيضطر انه يغسل طول العمر لحد ما ربنا يفتكر. هو على فكرة يعني ربنا فاكرنا جدا يعني، ونعم بالله. الكلمة ديت يعني مش صحيحة، احنا ربنا معانا دايما، ونعم بالله، ماشي يعني ما بينسناش عشان طبعا طبعا تمام طبعا. في أطباء خيرين كتير، واحنا هنا في قناة الصحة والجمال نرحب بالجميع، ربنا يجازيكم كل خير أي يا رب، حالة ربنا يجازيكم كل خير. مشكلتها احنا مستنيينها وما نتأخرش عن أي حد، ربنا يسترها معاك يا رب. حاجة أم محمود يعني في ناس كتير كويسة يعني مش يا عارف رب انت يا ربي، وكل حاجة بيد الله سبحانه وتعالى، يا رب يسترها معاهم من كل اللي هيساعدني ويشفي لابني، ربنا يديله الصحة يا رب ويخليه. هي الناس سبب يا حاجة، ونعم بالله. يا محمود يعني انت دلوقتي يعني ايه اللي بتحسي بيه؟ جناب بتقعد تقفش عليا كده. طب ممكن تعلي صوتك شويه؟ جناب من هنا كده بتوجعني، ما بقدرش اقعد تاني. انت بتغسل كام مره في الاسبوع؟ 3 مرات. حضرتك هو تعبان بالقلب برضو، انا ماشيه مع دكتور قلب برضو بيكتب لي على علاج قلب وعلاج ضغط ماشيه بيه برضو. ربنا يتولانا برحمته، ربنا يتولانا برحمته، ربنا يحنن علينا قلوب خلقه يا رب. يا حاجه ان شاء الله بشتى الرحمن في اطباء كتير، واطباء اكيد بيسمعونا دلوقتي او بيشاهدونا دلوقتي، وان شاء الله يعني منتظرين من الاطباء الخيرين ان يتصلوا بنا لهذه الحاله. يا رب يجازيهم كل خير، يا رب يجازيهم من كل اللي يقف جنبي وجنب ابني يا رب. بعد ما رحت المستشفى وعرفت خلاص ان هو في فشل، يعني كان في كليه من الاثنين مثلا شغاله؟ لا كانوا الاثنين بايظين، عملوا تحاليل وعملوا اشاعات قالوا الاثنين بايظين ولازم يخش يغسل فورا. دخلوه بقى غسلوا له، وبقالنا 2 سنين بنغسل، وضغط والله العظيم ضغط، واتسلفت من طوب الارض عشان اعالج ابني، ومش معايا ومش لاقيه، يعني محدش حتى عندنا في المنوفيه محدش بيساعدني. ورحت الناس كتير، رحت لجريدة الاهرام، ورحت الجامع مصطفى محمود، يعني انا رحت الجامع مصطفى محمود اللي في المهندسين بالورق وبالاشاعات وبكل حاجه، قال لي هات المتبرع واحنا نعمل لك العمليه، وكله عايز فلوس وانا مش معايا فلوس، وجوز رجلي تعبانه ومحدش بيساعدني. ما انا شفت الحاج ابو محمود بره دلوقتي برضه مريض، مريض، والكليتين بتوع الاخرين تعبان، يعني احنا لما عملنا تحاليل قبل وراثي كده يعني العمليه عمليه وراثيه يعني حضرتك، انا يعني في حد غيره في العيله؟ لا ما فيش، ده هو والده لما راح يتبرع له بالكليه، يعني هم قالوا ممكن والده يديله الكليه، فوالده راح يعمل تحاليل عشان يديله الكليه، لقوا كيس ميه على الكليه الشمال والتهابات في الكليه اليمين، فقالوا ممكن ياخده من والدته، فانا رحت عشان اديله، لقيت نفسي مقوله ده بكليه واحده، يعني انا عايشه بكليه واحده، وربنا سبحانه وتعالى هو اللي عايز كده. يا محمود. نعم. انت عندك كم سنه؟ انا 16. 16 ولا 17؟ 17. لا حضرتك 17. 17 سنه يعني. 17. إيه طب يعني ما حاولتش كده يعني تكمل الدراسة؟ حاولت. يعني كنت تروح عادي وتعامل عادي خالص نهائي، يعني المرضى ما تحطش في دماغ خالص نهائي، وروح مدرستك عادي ما رحت ما رضوش خلوني تاني. فصلوك يعني؟ قالوا انت اترفدت.
هو ان شاء الله مش الرحمن يعني زي ما قلت حضرتك في اطباء كتير ان شاء الله، يعني اكيد اكيد يعني حد هيتصل بينا يعني يا رب اللي يتصل بينا ويقف جنب ابني ينكتب له في ميزان حسناته يا رب ويسترها معاه دنيا واخره. قلتي لي لما عرفت ان عنده يعني ما في ناس قالوا لك عنده فشل كلوي، يعني كان في اعراض معينه مثلا غير اللون البول مثلا او حاجه؟ لا ما كان في ورم في رجليه، كانت رجلي كان جسمه مورم، كان في ميه تحت الجلد. لما روحت قالوا لي في ميه تحت الجلد عشان الكليتين لما بيبقوا تعبانين ما بيعملوش الميه، فالميه بتتخزن تحت الجلد. دلوقتي حضرتك لما الورم ده بيجي له بنروح نغسل بيسحبوا له الميه من تحت الجلد فالورم بيخس شويه. هي الكليه اللي هي المكنه اللي بتاع الغسيل، الكليه دي مكنه اصطناعي بتنشط بس الكليه شويه عشان يتنوا عايش ويستمر في الحياه زي ما هو ماشي، مش اكتر ولا اقل. يعني الشفاء من عند ربنا اولا، ثم العمليه اللي هو هيعملها دي هي اللي ان شاء الله ان شاء الله اللي فيها الشفاء التام، يعني اللي هي زرع الكليه دي. طب استاذنك في اتصال. الدكتور مجدي السلام عليكم. اهلا بيك، ازيك حبيبي؟ اهلا بيك، اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بحضرتك، ازاي الحال دكتور؟ إيه؟ دكتور مجدي عندنا طفل محمود محمد 17 سنه. 17 سنه سن كبير كويس. 17 17 كمان تمام. اللي عنده فشل كلوي، الكليتين تعبانين. هو حاليا بيغسل؟ هي ام الحاله مع حضرتك. ايوه يا فندم بيغسل. اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. بنغسل حاليا؟ ايوه يا فندم بيغسل 3 ايام في الاسبوع. طيب فين؟ في مستشفى الباجور عندنا في المنوفيه. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. طيب احنا عملنا له توافق انسجه؟ لا يا فندم ما حدش عمل له حاجه خالص. طيب عامة انت في القاهره اليومين دول؟ ايوه. يا ريت برضه ياخد الرقم عشان بعد الحلقه نكمل كلام. يا عشان نعمل اول حاجه اسمها توافق انسجه، بنشوف احد الابوين حضرتك او والده، لو في حد مناسب بتبقى العمليه كلها ان شاء الله ما بتكلفش حاجه مجانا، وفي كذا مكان في القاهره بنعمل فيه الزرع ده. دكتور مجدي زي ابو الريش الجامعي، زي الدمرداش، تمام؟ في اماكن هتعمل ده امتى؟ لو كان احد الابوين الانسجه متوافقه، تمام؟ لكن لو لسه ما فيش حد فيهم متوافق هنضطر نشوف حد خارج الاسره. دي هتاخد وقت شويه بس برضو ان شاء الله في ايدينا. اول خطوه هنعملها دكتور مجدي هنعمل توافق الانسجه للابوين حضرتك ووالده. يا دكتور مجدي معاك، اتفضل. يا ام الحاله عندها كليه واحده بس، عايشه بكليه واحده فقط يعني. الام كليه واحده؟ لا يبقى هنشوف الاب. الاب برضه نفس الحكايه مريض. خلاص يبقى احنا بنعمل توافق انسجه ليه هو، وبنشوف متبرع من خارج الاسره، يعني مش لازم قريب درجه اولى، بنشوف من خارج الاسره. بس برضه الخطوه الاولى اسمها توافق انسجه. طب يا دكتور مجدي يطول، اديهم الرقم الشخصي بتاعي وانا مش هتاخر في حاجه، وحابين يعدوا علينا في المستشفى، مستشفى هرم اللي حضرتك عارفها اللي على الكورنيش عند كوبري الملك الصالح، يشرفونا في اي وقت، وانا هقوم بالواجب معاهم ان شاء الله. جزاك الله كل الخير يا دكتور. بس في سؤال يا دكتور بعد اذنك. يعني ايه السبب الرئيسي في الفشل الكلوي في الاطفال؟ في اسباب كتير، اسباب وراثيه واسباب عيوب خلقيه، وثالث سبب اللي في ايدينا ممكن نحكمه شويه، عدوى المجاري البوليه، يعني حاجه اسمها ارتجاع في الحالب، دي حاجه في الاطفال فهي ثالث سبب، بس ده اللي في ايدينا. لكن الحاجات الوراثيه والعيوب الخلقيه دي مش في ايدينا، تمام؟ وفي برضه حاجة ثانية بس أقل شوية، برضه استخدام المسكنات في الأطفال وبعض المضادات الحيوية الغير ملائمة للكلى زي مادة الجينتا مايسين وما شابهها يعني. يا دكتور مجدي معاك، اتفضل معاك. يعني ما فيش مثلا سبب معين مثلا غير العيوب الخلقية والحاجات والوراثية؟ احنا قلنا التهابات
المجاري البولية اللي هي العدوى البكتيرية المتكررة للمجاري البولية. تمام. باقي الأسباب بقى دي في الكبار بقى طبعا السكر نمرة واحد، الضغط نمرة اثنين، بس الكلام في الأطفال بيختلف. في بقى الحاجات المناعية بس دي أقل شوية زي الزئبق الحمراء والتورم النفروزي. دكتور مجدي. بس برضه نسبها أقل من اللعبة الحمقية والكلام ده. دكتور مجدي أشكر حضرتك. دكتور مجدي طلعت استشاري الكلى ورئيس قسم الكلى بمستشفى هرمل، شاكرين جدا يا دكتور. أعزائي المشاهدين نطلع فاصل وهنواصل حكايتنا بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم بعد الفاصل. إن شاء الله تعالى هنكمل حكاية النهاردة، حكاية الطفل محمود محمد كامل أصيب بمرض الفشل الكلوي. محمود منورنا. منور. عايزك محمود تقول لي يعني انت لما كنت قبل ما تمشي من المدرسه، قبل ما تتفصل من المدرسه، كنت يعني بتحس بحاجه قبل ما تروح؟ يعني في تعب معين، في احساس معين غير جنابك فقط يعني؟ ما كانت حاجه بتوجعني كنت باخد برشامه خلاص. بس برشامه بيضاء وصفراء وشكرا. لا طب المدرسه، دور المدرسه، عملت ايه المدرسه؟ ما عملتش حاجة. يعني انت يعني مش مفروض كان في تأمين صحي؟ كان له تأمين صحي قبل ما ينفصل من المدرسة، بس ما كناش بنعمل بيه حاجة. يعني لما كان يجي له دوخة في المدرسة ولا حاجة كانوا زمايله يجيبوه البيت ينام شوية يقوم مرتاح. يعني ما حاول مش في تأمين صحي المفروض يروح يكشف مثلا؟ ما كشفناش بيه خالص التأمين الصحي كل السنوات دي؟ ما كشفناش. طب يعني مش ده إهمال برضه؟ هو إهمال مننا، بس هو ربنا اللي عايز كده. هنعمل ايه؟ ماشي يعني احنا نتوكل ولا نتوكل على الله ونشوف الاسباب ايه وناخد بالاسباب ونروح لاطباء وكده؟ حضرتك انا زي ما قلت لك كده، انا كانت والدتي الله يرحمها هي اللي كانت بتجري بي. انا كنت متجوزه وعايشه مع والدتي في البيت عشان جوزي ما عندوش سكن، لا له سكن ولا له حاجه، فاتجوزنا وعشنا مع والدتي في البيت. فوالدتي اللي كانت بتجري بي. لما والدتي ماتت جوزي جه عمل حادثه، قعد 3 سنين يتعالج في المستشفى متواصل، ما كانش بيخرج منها خالص، وانا كنت بروح اشتغل واصرف عليه. ولما جيت طلع من المستشفى رقت في البيت، ما بقتش بقى اخد بالي من اجري بالواد ولا اعمل ولا اكلهم ولا اشربهم ولا اعمل ايه. طب حضرتك يعني جوزك بيشغلي دلوقتي ولا حاجه؟ جوزي رقت زي ما انت شايفه كده، يا دوبك بيخش الحمام بالعافيه، ابنه يسنده يدخله الحمام ويجيبه يقعده، بس هو ده اللي عليه يعمله، وانا اللي بشتغل واصرف على عيال. محمود كان بيساعد معايا لما كان بيقعد من المدرسه، ولما تعب ما بقاش يساعد معايا، وانا لوحدي وربنا معايا، ربنا المستعان. طيب اعزائي المشاهدين مستنين اتصالاتكم، وعايز اسال الساده المشاهدين ما هي فوائد المرض؟ ايه اللي احنا بنستفيده من المرض؟ برضه بوجه لك السؤال يا حاجه، يعني ايه اللي استفدتيه؟ الخساره اللي استفدتها من المرض، خسرت جوزي ورقت في السرير، وبخسر ابني اهوت وبرضه رقت في السرير، ما بكسبش حاجه من المرض خالص الا الخساره. الخساره بس هي اللي انا بكسبها من المرض. يا رب الصبر من عندك، صبرني يا رب، صبرني يا رب على ما بلغنا. المرض يا حاجه مش قربنا من ربنا شوية؟ طبعا قربنا كتير، ما كناش بنصلي بقينا نصلي. يعني أنا ما كنتش بصلي، لما ابني تعب بقيت أصلي. تعرفي إن المريض ربنا يبقى قريب منه؟ طبعا. تعرفي كده؟ طبعا. يعني الواحد المفروض يعني يقول الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. شوف سيدنا أيوب، شوف قاعد قد إيه مريض. تعرفي كان بيستحي إن هو يدعي الله سبحانه وتعالى إنه يخف؟ تخيلي دي. يعني كل ما الواحد يشعر بمرض او بتعب يتقرب من الله سبحانه وتعالى. ونعم بالله. يعني محمود بتاعي ذلك ولا بيصلي؟ محمود بيصلي الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. يعني. الحمد لله، بس هو حاليا ما بيصليش عشان القسطره اللي في رقبته دي اللي لا ممكن منه. لو يصلي حتى لو بعينيه لو هو قاعد، صح ولا لا؟ طبعا. وده يعني ده اكبر مكسب اللي احنا بنقرب من ربنا سبحانه وتعالى. احنا فعلا محتاجين كلنا، الصحيح والسقيم طبعا، كلنا محتاجين نقرب من ربنا سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى مين يطول يبقى ربنا جنبه؟
صح ولا لا؟ صح. يعني زي ما حضرتك شفتي في اطباء خيرين كتير، يعني في يعني مصر والله بخير لسه، واطبائنا بخير يعني الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. يا رب وقف لنا اولاد الحلال، يا رب يا رب وقف لنا اولاد الحلال ان شاء الله، يقفوا جنب محمود يا حاجه. والله ان شاء الله يعني هيخف ان شاء الله ويبقى تمام. يا رب انا مش عايزه حاجه، انا ما بطلبش منك حاجه كبيره يا رب، انك تشفي لي ابني يا رب. هو سندي في الدنيا يا رب، هو سندي وسند ابوه، ابوه تعبان ورقد في السرير يا رب، وسند اخواته الصغيرين، يعني في اتنين صغيرين غيره لسه طالعين، ربنا لوحده هو اللي يعلم مصيرهم ايه. انت عندك ده الكبير محمود؟ اه معايا فارس عنده 10 سنين، ومعايا كامل عنده 12 سنه. هو بس يعني ما فيش حد تعبان خالص؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. ما فيش الا محمود بس وابوه. كان يعني عندكم ارض كده وبينزل الترعه وكده وبيهيسي، عشان برضو دي من احد الاسباب؟ لا برضو لا احنا أو لا وحشة. لا لا حلتنا ارض ولا حلتنا حاجه، احنا حلتنا الستر بتاع ربنا، الستر بتاع ربنا هو اللي حلتنا. اعزائي المشاهدين، زي ما حضراتكم شفتوا دلوقتي ازاي قد ايه الواحد لما بيحس تعب ويحس بمرض المفروض يقرب من ربنا سبحانه وتعالى. يعني المفروض الواحد يعمل اليوم ده. يعني شو تخيل بقى، احنا الحمد لله رب العالمين اصحاء، بنعمل معاصي، ما بنتقربش من ربنا، ما بنصليش، في حاجات كتير للاسف الشديد غايبه عنا او الشيطان بيخلينا ننساها. حالة اليوم محمود محمد كامل 16 سنة، عنده فشل كلوي، الكليتين تعبانين. حد فكر مننا يحط نفسه مكانه؟ طب اقف كده وشوف، احنا ليه ما بنقربش من ربنا سبحانه وتعالى؟ في ايه؟ ليه ما بنفكرش في الآخرة؟ ليه ما بنفكرش في الذنب ده؟ الناس للأسف الشديد بتستصغر الذنوب، صح ولا يا حاجة؟ صح. احنا نقرب بربنا سبحانه وتعالى ونتوكل على الله سبحانه ونعم وتعالى. ونعم بالله، ونعم بالله، احنا قربنا من ربنا كتير قوي لما ابننا تعب، والله كانت غايبة عننا حاجات كتير قوي، والحمد لله ربنا. مفيش حد مثلا عندكم مثلا في المنطقة مثلا طبيب أو الناس يعني قرايبكم قالوا مثلا ممكن نوديه مستشفى معينة أو ممكن نعالجه بطريقة معينة؟ حضرتك مفيش، هو له عمام حضرتك. طب استاذنك بس في اتصال، معنا اتصال. الاستاذ عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ محسن منور الحلقه كلها. استاذ محسن جزاك الله خيرا يا استاذ عبد الله، وبجد انا يعني ببقى فرحان جدا لما اشوف برنامج يعني مهتم بالحالات دي ومهتم ان هو يعرض حاجات زي كده. يعني انا بتفرج على برنامج كويس جدا، ويا ريت يعني نشوف يعني يعني الدولة تكون مثلا تقف جنبها وتساعدها في الحالة اللي زي كده. يعني حرام ان احنا نشوف حد زي كده وما نقفش جنبه. يا استاذ عبد الله، احنا في قناة الصحة والجمال ننتظر اي مكالمات من اي حالة، يعني نرحب بالجميع لعرض مشاكلهم الطبية واي مشاكل اخرى يا استاذ عبد الله. يعني انا اتمنى ان يعني ان يكون في توجيه، ان الدوله تكون يعني يكون حد من المسؤولين شايفنا دلوقتي، بحيث ان هو يعني يساعد الحالات اللي بتظهر على الشاشه دي مثلا. يعني حالات ما بتقدرش ان هي مثلا يعني تلاقي يعني حد يساعدها. يعني المفروض ان الحالات اللي زي كده حد يقف جنبها وحد يساعدها، بحيث ان يعني يساعدها في حلول مرضها ده. يا استاذ عبد الله، حضرتك ما فيش اي اقتراحات على البرنامج مثلا، اي ملاحظات؟ والله انا اتمنى ان يعني ابنها يكون يعني ربنا يتولاه ويساعده في مرضه ويعالجه ان شاء الله. متشكرين جدا يا استاذ عبد الله، متشكرين جدا. يعني بقول برضه يعني الاستاذ عبد الله يعني بيوجه برضه رساله للمسؤولين واصحاب الخير. يعني اعزائي المشاهدين، نحن نرحب بالجميع في قناه الصحه والجمال، لا نستثني احد، في اي وقت اتصلوا بينا في الارقام الواضحه على الشاشه، واحنا نيجي لكم كمان ونصور معاكم في اي مشكله طبيه. حاجه هند، الحقيقه والله شرفتينا النهارده والوقت الجميل يعني يمر سريعا.
ربنا يخليك. شرفتنا والله يا محمود. ربنا يخليك. يعني ربنا يحنن. عايزك اشوفك المره الجايه كده. ربنا يسترها معاك يا رب. نخلص العمليه وتمام تمام. ربنا يحنن القلوب علينا يا رب. ان شاء الله يعني حضرتك هتروح للدكتور مجدي و ان شاء الله وتابع يعني برضه هسيب الرقم القناه وتتابعينا وهنتابع معاكي وحضرتك بتعملي العمليه. ان شاء الله ان شاء الله. ربنا يحنن القلوب علينا يا رب. يا رب يجازيهم كل خير اللي يقف جنبنا يا رب. يا رب يجازيهم كل خير وينكتب لهم في ميزان حسناتهم يا رب. وحضرتك بقى لما يعني في الاخر خالص قالوا لابد ايه؟ لابد زرعه ما زرعه كده. زرع كده يعني حسيتي بيه ساعتها اول ما الدكتور قال لك لابد نزرع كده؟ انا نهرت، حسيت ان انا نهرت، حسيت ان ابني خلاص بيضيع مني وانا مش قادره اعمل له حاجه. بعد ما كبر وبقى عنده 17 سنة وبقى مش لله ما شاء الله عريس قد الدنيا يتوع مني وانا واقفة مجاني مش قادرة اعمل له حاجة. مفيش في ايدي حاجة اعملها له، مش قادرة. لفيت على ناس كتير ورحت الناس كتير وتعب، ما حدش بلي رقيب حاجة ابدا. لفيت كتير بس وتعب. الحمد لله رب العالمين حضرتك جيت النهاردة وخلصنا لك. ربنا وقعك انت في طريقي. لا ده احنا ما احنا الا سبب ربنا والله. ربنا يخليك يا رب. احنا يعني في قناه الصحه والجمال نرحب بالجميع ما بنتاخرش عن اي حد. ربنا يجازيك. لابد نعرض المشاكل. احنا لو الاعلام الهادف لو ما عملش كده يعني الناس تعمل ايه؟ ربنا يجازيك كل خير. ربنا يسترها معاك يا رب. الحمد لله رب العالمين. ربنا يسترها معاك. اعزائي المشاهدين كانت حكايتنا النهارده مع محمود محمد كامل 17 سنه فشل كلوي. الحمد لله رب العالمين، ربنا سهل حال وان شاء الله هيعمل عملية. شرفتينا يا ام محمود. ربنا يخليك. حقيقة والله في نهاية الحلقة يعني اشكرك جدا واشكرك يا محمود بجد يعني لحضوركم، يعني انا اللي اتشرف بيكم والله بحضوركم. ربنا يخليك يا رب، احنا اللي بنشرفك. كما اشكر حضراتكم اعزائي المشاهدين، وفي نهاية الحلقة والى ان نلتقي ان شاء الله تعالى اترككم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.